يقول: وهل هو من علامات الخوارج؟ نعم، هو من علامات الخوارج، لكن إذا صار سمة، إذا صار سمة وعلامة هو من علامات الخوارج. أما إذا لم يكن سمة ولا علامة، إنما يحلقه الإنسان للحاجة لا بأس بذلك، أو يتركه إذا كان يقوى على تركه لا بأس، إنما إذا كان سمة وعلامة هذا مذهب الخوارج. نعم.